اهلا وسهلا الغزالات ديالي، كيبقيتوا لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير صحتكم 5-5 كما العاده، وما ناقصكم حتى شي خير. فيديو جديد ان شاء الله. شنو نقول لكم؟ هذا النهار درتها بيا ساعه نورمالمون السيمانه اللي دازت زادو ديك الساعه، وانا ما تزاتليش التليفون وزدتها. تليفوني مريقل على هاد السيمانه هادي، هو عاد بغى يزيدها. وحنايا دايرين واحد الخريجه، دايرين زعما نطلعوا مع العشره. ودابا اختي شنو غادي نقول لك؟ دابا راه العشرة مهم وقيله ولا الحداش، والله ما نكذب عليكم. المهم الساعة دوختني، المهم عوض ما نوض مع التسعة نوض مع التمنية، وطالعة بساعة قبل الوقت وصافي، هذا ما كان. المهم اختي غبرت عليكم، شنو غادي نقول لكم؟ والله الا وليت كنعكز نصور الصراحة. البنات كاملين كيكتبوا لي في الانستغرام، سمعنا علاش كتغبري علينا، علاش ما كتصوريش لينا، علاش كذا، والله الا كنعيا. المهم بالنسبه للانستغرام راه ديما كندير لي ستوري تما، زعما واخا كنغبر في يوتيوب كندير لي ستوري تما. نخلي لكم ان شاء الله هنا او لا هنايا الانستغرام ديالي، مرحبا بكم. ايوا اختي، مهم بقيتوني دايره واحد الخريجه، عندي واحد التدريب ديال الكشفيه، واحد التدريب ديال قائد الوحده، كنا دوزنا ا ديستونس تدريب، ودابا عندنا التيب، يعني عندنا التطبيق ان شاء الله غندوزوه. وقلت علاش لا ما نديكمش معايا، نخرجوا نمشيو نديروا هاد الخريجه هادي. لقيتونا خارجين بكري، اول مره غادي ندوز شي نهار في باب بودير من الصباح حتى اللي ندوزوا داك السمر الليلي وداك الشيء. مهم ان شاء الله اول مره غنعيشوا وتعيشوا حتى نتوما معايا وتشوفوا الاجواء تما كيفاش كتكون دايره، بيان سيغ برفقه الاصدقاء. عاشق مشاباتي سري جيب الخبز. مهم طلعينا لكم، عارفين النهار ديال باب بودير خصك تطلعي الطويجن ديالك اختي وطيبي تما الكوطي، وان شاء الله العشيوه ديالنا تما الى كتب. المهم هانتوما تمشيو معايا باش ما نطولش عليكم، دوزوا معايا تما الاجواء كيفاش غادي تكون، ندوزوا النهار. راه تازا ما عندي ما نصور لكم، ما عندي ما نبارطاجي معكم، تازا صغيره كتخرج غير تصور شي حاجه، بنادم كيبقى كيشوف فيك لا شديتيني لا صورتيني، باش كنحاولوا نيفيتيو المشاكل. صراحه ما كنبغيش نصور فيها بزاف، راه حتى في لي غون سيرفاس زعما نورمالمون في لي زوتغ فيل ما كيهضروش، ولكن هنا في تازا راهم كيهضروا، دونك باش الواحد كييفيتي المشاكل ما كنصورش معكم. من غير هكا الروتينات ديال الدار راكم عارفين دابا الصهد والصيف، الواحد ما كاينش شي روتين زعما من غير الطياب وتطيب، والله الا ولينا كنعكزو في الكوزينه مع الصهد. واش حتى نتوما عندكم الصهد ولا غير حنايا في تازا؟ حنا راه ما نقولكمش، راه واحد الحراره كنموتو الصيف دخل عندنا دقه وحده الصراحه في مره، اي والله يبردها علينا والله يلطف بينا. وها نتوما تمشيو معايا باش ما نطولش عليكم في لا فيديو. فين عاشق؟ شتي داير ملي كنشوف خصنا شي حادث؟ ايوا دور منا وقيله عارفه شي حاجه مزيان. ايوا دابا الطريق كامل حوان انت فين مشيتي؟ راه كاين واحد في راسك. كنت نمشي لهري والكاشي صافي. المهم لقيتوني هزيت خضيره ديال الطويجن، ان شاء الله غنديرو تما الطويجن وشويه ديال الحليوات ونديو الفرماج، وشرينا دابا الخبز باش نديرو الكوطه ان شاء الله. العشاء اللي ما فكرناش فيه عاشق، واش نتعشاو تما ولا؟ المهم ما ديناش العشاء. معليش صافي. المهم الاصدقاء ديالنا ديجا راهم مخيمين تما، راهم غادي يباتوا، غادي نطلعوا عندهم. وهذا ما كان. ايوا كل واحد كيصوب كيف ما بغى، كل الصباح هذا. يلا المهم خوتي انتم معايا في هذا النهار هذا. وصلنا. المهم لقينا الدراري ديجا ديالنا كانوا طلعوا، راهم مخيمين هنا، باتوا هنايا البارح وباقي لهم هذا النهار، وهما النيت اللي غنديروا معاهم التدريب ان شاء الله. دابا يلا مشاو يجيبوا داكشي من الطوموبيل، عرفتوا راه خلينا باب بودير نطلع نصور لكم من تحت. وحنايا طلعنا لواحد الجبل الفوق، وشحال زوينه الجلسه بحال هكا بلي طونط مباته. الصراحه انا ما عمرني ما جربتها، ولكن دابا فاش جينا قالوا لنا بلي راه منعوا نباتها هنايا، يعني غير حيتاش حنايا على حساب الجمعيه وديك الشيء، باش راهم سمحوا لهم دابا على حساب هذا التدريب هذا سمحوا لهم يباتوا هنايا هذه الليله. انا نبارطاجي في الجو كيفاش داير، شوفوا شحال زوينه واعره. شوف ها انتما، حنايا رحنا طلعنا الجبل هذا طلعناه كامل،
هذه كوزينه ديالي، الكوزينه هنا كيطيبوا الطويجنات، وعاشق راه لتحت باش نمشيو يجيبوا داكشي ديالنا. هذا الطويج الاول، هذا الطاجين ديالنا، وهذا الطاجين ديال الدراري، هذا كبير ديال 4 الناس، وهذا الطواجن الثالث ديال 3 الناس. هذا راه كل واحد صايب الطاجين ديالو. هنايا راهم كيشعلوا العافيه، كيديروا لنا اتاي. باش غادي نشعلوا العافيه كنحتاجوا 3 ديال المكونات. اول حاجه اللي هي الشراره وكاملين كنعرفوها، ثاني حاجه اللي هي الاكسجين وفين ما مشينا راه كاين الاكسجين، وثالث حاجه اللي هي الماده اللي غادي نشعلوا بها العافيه. بالنسبه للعافيه باش تسهل علينا الطريقه باش نشعلوها، الا جينا دابا مثلا بغينا نشعلوا العافيه في هذا العود سواء بالبريكه ولا باي حاجه ما غاديش تشعلنا العافيه. علاش؟ حيت هذا العود غليظ. احنا غنديروا واحد التجربه وغتشوفوا انتم واخا نعيو بقوا حاطين البريكه هنا ما غاتشعلناش العافيه. ونفس الشيء الا هزينا مثلا هذا العود هذا حتى هو ما غاديش يشعلنا فيه العافيه، وحتى هذا ما غتشعلناش فيه، وهذا وهذا. علاش حنا اختارينا هذه الطريقه؟ هذه اسهل طريقه، كنمشيو من حاجه دقيقه لغليظه. غادي نستعملوا هذا غادي تشد لنا فيه العافيه، ومن بعد نضيفوا عليها هادو وحنا ماشيين حتى نكملوا حتى نوصلوا للعود الكبير. يعني فائده غادي نمشيو من الاصغر للاكبر، ما يمكنناش نبداو بالعود الكبير واش تفهمنا هو الاول وعاد نديروا العود الرقيق. العود الرقاقين هما الاولى باش كتشعلنا العافيه. دونك غادي نبداو بهذا. وكيف ما قال انا كيبان لي كلشي يقدر يشعل العافيه هكايا في الصيف في الصيف يقدر يشعل العافيه، ولكن في الوقيته ديال البرد والبرد والثلج ما كنظنش شي واحد يقدر يشعل العافيه، صعيبه الا ما دارش هذه الطريقه هذه. وثاني معلومه اللي خصنا نعرفوها بالنسبه لهذا العود ديال ديك الورق ديال الجمار، هذا الورق هذا ديال الجمار كيكونوا نورمالمون فيهم فازكي ليميديتي، خصنا نحاولوا نجمعوهم ساعتين قبل اولا ثلاثه السوايع باش تحيد لنا منهم ليميديتي، نخبعوهم شي بلاصه اولا نحاولوا نسخنوهم شي حاجه باش مثلا نديروهم في الجيب ديالنا مثلا واحد جوج سوايع ولا ثلاثه نكون واجد. فوقاش غادي ندير العافيه؟ ندير العافيه دابا ثلاثه السوايع نوجد نهز الخش بحال هذا ونديروه في الجيب ديالي باش تحيد منه الرطوبه. دونك دابا غنديروا واحد التجربه
باش نشوف باش نطبقوا هادشي هذا اللي قلنا. وغادي نستعملوا هنايا حجر الصيوان. القائدة غادي توريكم الطريقة نتاع حجر الصيوان. حجر الصيوان بقوة الاحتكاك كيرمي الشرارة. غادي نشوفوا واش هادشي اللي قالت لنا قائدة واش صحيح ولا لا. مزيان واخا تكون بعيدة راه كتمشي للرشاشة. أنا كتوصل غير باقي ما شتيش. كما تشوفوا دابا هي شعلات. غادي نضيفوا عليها هادو رقاقين، من بعد غنضيفوا هادو، ومن بعد هادو، وحنا غاديين المهم هانتوما كتشوفوا العافيه هي شتات. دونك دابا حنا درنا الجريفه غير هادشي قليله، فاش غيكون عندنا الخشب بزاف ونحطب غادي تشعلنا العافيه مزيان. صافي هادو الكبارين كنبقاو نديروهم مع الجن باش ما نطيوش العافيه ديالنا. دونك نبداو من الاصغر للاكبر. الاكبر وي كنظن هذه هي اسهل طريقه. هذه هي ماشي اسهل طريقه، هذه هي الطريقه أدكى. الوحيده أدكى طريقة. هو الطريقه الوحيده باش تشعلنا العافيه. الطريقه المثاليه باش تشعلنا العافيه هي السيده. وي وي كاشفيه اسانيه اسانيه مغربيه. برافو. برافو 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 برافو. راه ولينا نجمعوا الغرام. ها راه
راني معنا في داجاني شونجيان راني 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 قول يا لنا جنرالي يا عمري خمم فيها ليل ونهار ماشي غربي يروها قلبي راني نبغيها ومازال يا عمري راني معنا في داجاني راني 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 قول يا لنا جنرالي يا عمري خمم فيها ليل ونهار ماشي غربي غادي نتغداو عرسومه نقول لكم شنو دايرين حاله ها نتوما ها الطويجنات الحمد لله يلا بصحه والراحه سيتو المهم راه مزروب اللهم ان كان سحرا فاقرب المهم بعد ما كملنا الخريجه ديالنا دابا لقيتونا ان شاء الله غادي نطلعوا لبوهدلي عاوتاني غادي تطلعوا معايا الجبل ديال بوهدلي غادي نحاول نصور لكم غير شي لقطات وصافي لقيتونا دابا ها هو المخيم ديال ببودير وهي زعيمه حتى هي طالعين بقراعي ديال الماء ديالنا وغادي نمشيو نديرو شوفي راه غاسلين الكراسه وداكشي كيوجدوا كاين واحد التدريب غدا ان شاء الله هنايا ديال الشبيبه والرياضه ها هو عاشق نطلع الماء والدراري سبقونا راهم كيتسناو كشفيه حسنيه حسنيه نغني هناك في لبنان
تبتسم لنا في سكون تحت ذي الغيوم في سماء وبهاء في سكون تحت ذي الغيوم في سماء وبهاء سيروا بنا. أخيرا وصلنا لبوهدلي القمة بوهدلي من ناس يدير ربي وما تشرف عليا وما سديوش عليهم طلعنا معنا تشرف ما عندنا ما نديرو هو مرتاح وما ارتاحوا مرتو واحد الريح هنايا واعر باش نوريكم شوفوا هانتوما شوفوا منين طلعنا من تحت حتى لهنا انا ديجا بارطاجيت معكم دابا غير مساكن بقاو فينا بقاو كيرغبونا باش يطلعوا هنايا ستو مرتو وقلنا نجيبو قائد يونس شوفوا معايا الطبيعه كي دايره واعره المهم لقيتونا يلاه رجعنا من الجبل ديال بوهدلي عرفتو الموت ديال البرد واحد الجو الصراحه زوين انا اول مره غادي نعيش هذا الجو ديال لي سمر الليلي ولكن قتلنا البرد انا نصور لكم دابا لقيتونا يلاه وصلنا راهم كيشعلوا العافيه باش نديروا الكوتي وعاوتاني نتعشاو هنا وعاد نهبطوا ان شاء الله الدراري غيباتوا هنا ديجا دايرين لي طونط ديالهم ولكن حنا غادي نهبطوا ها هما لي طونط هنايا وهما كيشعلوا العافيه هنا شوفوا معايا هاد العافيه شحال زوينه هنا راني كنشعل العافيه باش ندير واحد البراد ديال اتاي اوا ستيتو ها شعل هاد العوافي كتشعل العافيه كتشعل العافيه والله الا عافيه هادي زنت لكم هاد النهار يلا يلا بغينا ناكلو الطاجين خليته بوهدلي وهوت هذا هو الطاجين اللي صايبته انا قلت لهم ما فكاش حتى نتعشى هنا الا ما وجدليش غادي نهزو ونهبطو ونهبطو معايا والله الا انا اللي وجدته نتوما شعلتو العافيه مولفين مشعل العافيه وانا وجدت الطاجين شوفوا انتوما دايرين هناك الكوطي عرفتي ما خلاو حتى حاجه الحجر واليابس ها طباس الخواو عندك يتسهي وترميها تايه
سمرنا يا حلو.